ما حكم صلاة الرجل في المسجد وفي جيبه محفظة بها صور كثيرة؟ حمل الصور لا يجوز، لأن الصور محرمة، يجب إتلافها ولا يجوز اقتناؤها، إلا الصور الضرورية كصورة البطاقة الشخصية ورخصة القيادة، الصور التي يحتاج إليها في معاملاته. وأما الصور التي تتخذ للقنية هذه محرمة، لا يجوز إبقاؤها وحملها في الجيب أو المحفظة وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور، فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أما الصور الضرورية فلا بأس بحملها لأجل الحاجة. نعم.